داخل الخدعة تاني شومبر واحدة اخرى، هادي شومبر كبيرة فيها جناموسيات كبار، فيها كليمة ديالها وفيها الكراسة، فيها من الفنادق الكبرى في جهة البحر والفنادق الصغرى في حي طالبرج. دابا الثمن اللي كاين هو السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. انا كنتوش في المحطة ديال المسيرة ولكن الخضر ما مسافرش. هاد الفيديو هذا غادي نديرو خصيصا الناس اللي بغات تجي للمدينة ديال اكادير وبغات تشد ارخص فندق وما عرفتش فين كيتواجد. فهاد الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على فين كيتواجدوا ارخص الفنادق. هادي هي المحطة ديال المسيرة الخوت، فاش تكونوا جايين في المدينة اللي غادي تجيو منها احطكم الكار هنا. انا فين غادي احطكم الكار؟ غادي تدخلوا مع الدخله هذه وغطلعوا مع الدروج وغتخرجوا برا ديال المحطه، وهذه هي الخرجه ديال المحطه. فاش تكونوا طالعين مع الدروج غتخرجوا معنا هنا. البلاصه الخوت اللي غادي يمشيو ليها هي طالبرج، وكاينين جوج ديال الوسائل ديال النقل. الوسيله الاولى طاكسي صغيره، طاكسي صغيره تديكم من المحطه ديال المسيره حتى الجامع ديال محمد الخامس اللي كيتواجد في طالبرج، اديكم ما بين 10 درهم اختار 15 درهم. واللي ما بغاش يركب في الطاكسي جايب بوحدو ولا هما جوج وما بغاوش يبغاو يقتصدوا، غنوريكم فين غادي تشدوا الطوبيس اللي غادي يديكم من البلاصه اللي غادي نوريكم حتى لوطيل الرخاص اللي كيتواجدوا في طالبرج. بالنسبه للناس اللي غادي يركبوا الطاكسي نتلاقاو في الجامع ديال محمد الخامس اللي كيتواجد في طالبرج. غتشدوا الطاكسي تقول لي الجامع ديال محمد الخامس طالبرج، عقلوا على هاد الهضره هادي، الجامع ديال محمد الخامس طالبرج. وبالنسبه للناس اللي بغات تركب في الطوبيس هادي هي المحطة ديال الكيران، غتقطعو الشانطة غتمشيو نيشان الخوت. الناس اللي بغات تمشي في الطوبيس تبعو معايا مزيان، هادي هي المحطة ديال المسيرة ورايا. أنا غادي نقطع الشانطي وغادي نمشي نيشان ونوريكم داكشي خطوة بخطوة حتى تركبو في الطوبيس. المهم غادي نقطع الشانطي، غادي تمشاو واحد 10 دقايق وغادي تشدو الطوبيس النمرة 3. أنا غادي نوريكم فين غادي تشدو الطوبيس. وباش غادي تقطعو الشانطي يبان لكم هادو ديال لوكاسيون ديال الطونبيلات، غتمشاو الخوت واحد 10 دقايق. فاش غادي تكونوا طالعين من المحطه غادي تلقاو باول كرواز ما ليكم في الطريق هي هادي. راه هنايا غادي يبان لكم واحد الجامع يلاه كيتبنى سميتو الجامع ديال الوفاء. انتوما ما غادي تدوروا على اليمين ولا اليسار، تكملوا باقي النيشان تمشيو النيشان تاع الرومبون وتدور على اليسار ديالكم. انا غادي نوريكم فين. وباش الخوت تعقلوا عليها مزيان هذا هو الجامع ديال الوفاء، يلاه راه باقي كيتبنى. وهنايا تمشيو النيشان تاع الرومبون وتدوروا على اليسار ديالكم، ولا جاب لا كاع تلفتو ديما سولو على فين تيوقف الطوبيس نمرة 3، فين كاين البلاكا ديال الطوبيس نمرة 3 راه غادي يوريه لكم هنا الناس راه الله يعمرها دار. واي واحد سولتي راه غادي يوريك البلاصه فين كتواجد بالضبط. هانتوما راه المحطه راه كاينه في التحت، كتكونوا طالعين 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 حتى كتلاقاو مع هذا الرومبان. هذا هو الرومبان الوحيد اللي كاين فيه الكازون، راه كدورو على اليسر هنا فين كتواجد البلاكا ديال الطوبيس نمرة 3. راه كيبان لكم واحد الطوبيس ها هو، شتي فين وقف؟ واحد الطوبيس وقف ليه، انتوما فين غاتسناو؟ وهذه هي البلاكه ديال الطوبيس هنا فين كتواجد. راه انفاس معاك هنا ديك لاجونس ديال انوي هو فاكاش. غادي نتسنى دابا انا هنا، راه حتى انا الخوت راه مسافر معاكم حتى انا راه غادي نتسنى النمره 3 باش انني نمشي لطالب رشد. وفاش الخوت تركبوا الطوبيس النمره 3 راه توقف هنا النمره 3 و16 عندكم تنساو وتركبوا في النمره 16. النمره 16 راه كيدير للبحر ولكن ما كيدوش على طالب رشد. النمره 3 فاش غادي يطلع تقول للشيفور عفاك الى وصلنا الى وصلنا للجامع ديال طالبرج محمد الخامس عفاك حطنا تما. بالنسبه للناس اللي ركبوا الطاكسي انتم راه تلاقاو في الجامع ديال محمد الخامس في طالبرج. وهنا الخوت فين غادي يحطكم الطوبيس حدا بريد المغرب، راه الجامع راه كيبان من هنا الخوت الصومعه ديالو، نتلاقاو حدا الجامع. والناس اللي ركبوا الطاكسي من المحطه ديال المسيره حتى الجامع ديال محمد الخامس هنا في طالبرج، وحتى الناس اللي شدوا الطوبيس وهودوا للجامع ديال طالبرج، غادي نوريكم دابا ان شاء الله الاوتيلات الرخاص فين كاينين. ارا انفاس معايا الخوت، غادي نقطعوا الشنطه الخوت. اول اوتيل هو هذا، غادي نمشيو ندخلوا ليه ونشوفوا الثمن شحال الليله. هذا انا راه قاطع الشانطي، هذا هو الاوتيل اوتيل، هذا هو الخوت الجامع ديال محمد الخامس في طالبرج قطر. كتقطعوا الشانطي هذا هو الاوتيل. غادي تجي وحده السينما صحارى راه قريبه للجامع ديال طالبرج. غادي يبان لكم هنا واحد الاوتيل، اوتيل الباهيه راه هنا فين كاين هو، هذا هو اوتيل باهيه. غادي نمشي ندخل ليه ونتعرفوا على الاثمنه شحال الليله هنا. دخلت انا الخوت الاوتيل ديال الباهيه، هذا هو اوتيل الباهيه الخوت، شي حاجه اللي زوينه. بالنسبه للخوت الاثمنه وان بيرسون 220 درهم، وبالنسبه لجوج الناس 260 260 درهم. هذا الخوت داخل واحد الشومبر فيها جوج ناموسيات، شي حاجه الخوت اللي زوينه ونقيه كاليتي مزيانه، فيها التليفون الضواو، وهذه فيها التواليت. ندخلوا التواليت الخوت، التواليت والدوش. والشومبر الخطرة فيها لا كليم
فيها الواي فاي وفيها التلفازة. هاي التلفازة الخوت شي حاجة الخوت اللي زوينة، وحتى الثمن ديالها الثمن اللي مزيان. داخل الخوت عاوتاني شومبر واحدة أخرى، هادي شومبر كبيرة فيها جهة ناموسيات كبار، فيها كليمة ديالها وفيها الكراسة، فيها التليفون الطواو، وحتى التلفازة الخوت. التلفازة فيها تلفازة كبيرة، أي حاجة بغيتو راه تلقاوها هنا، الواي فاي، التلفازة، جميع وسائل الراحة تلقاوها هنا. فيها الخوت الدوش والتواليت، والثمن ديال الخوت 260 درهم. شوف راه جوج ناموسيات كبار، فيها الواي فاي، فيها الكليما، فيها الدوش، فيها التلفازة، أي حاجة بغيتوها راه موجودة هنا وب 260 درهم. الثمن الخوت اللي كيبان لي أنا الثمن اللي مناسب وثمن اللي معقول. الثمن لاطيراس ديال الخوت شي حاجة اللي زوينة، راه قريبة للبحر، راه ما بينها وبين البحر 10 دقائق. وباش أنكم تجيو للأوتيل باهية، هادي هي السينما صحارى، كتقطعو الشانطي، هذا هو الأوتيل. الأوتيل الخوت راه قريب للبحر 10 دقائق ما بين الأوتيل طال البحر. وأي حاجة بغيتوها راه كاين هنا في طال البرج، كاين هنا السوق، حواند، سناكات، ريستورات، جميع المزايا تحت اللي بغيتوها راه غادي تلقاوها هنا. نمشيو الخوت نشوفوا شي أوتيل آخر، تعرفنا على الثمن ديال الأوتيل ديال الباهية. كاين عاوتاني أوتيلات هنا، نتعرفوا على الأثمنة ديالهم هنا في الساحة ديال سينما صحارى. الناس اللي أول مرة غادي تجي لهاد البلاصة، هادي هي السينما صحارى، وهنا الساحة فين كاينين أوتيلات. المهم تيبداو ديك من كاينين ديال 100 درهم، 150 درهم، حنا غادي نتعرفوا على الأثمنة ديالهم. حنايا غادي نبداو الأول بأول فندق، فندق كناريا، ونتعرفوا على الثمن ديالو شحال الليلة. باموس. السلام عليكم. يا لاباس عليك، كاين ريسبسيون؟ ابراهيم. السلام عليكم سي ابراهيم. انا الخطره دخلت الفندق ديال كناريا، وغادي نسول واحد السيد هنا في الريسبسيون. اولا السلام عليكم، شكرا بزاف على الاستقبال ديالك. باغي نسولك، بزاف ديال الناس تيقول لي ودي فين كيتواجد الاوتيلات الخاص؟ راك هنا في اكادير. باغي نسولك على شحال الليله هنا في اوتيل كناريا في هاد لا سيزون هادي؟ نهضر لك ربما على حيط البرج كله. شفتي كانوا الجمعيه سير الله. توقف هذه الفترة ديال الصيف، كاينه فترتين. الفترة الأولى هي شهر 7 اللي كيبقى مازال هاد السنة، بقات لاباس سيزون. لاباس سيزون في هاد شهر 7، حيت مازال ما كاينش السواح، ولهذا معظم السياحة اللي كتزور اليوم أكادير واللي كتواجد بهاد الفنادق اللي الوحيدين اللي كاينين في أكادير. ان الفنادق الكبرى في جهة البحر، والفنادق الصغرى في حيط البرج. دابا الثمن اللي كاين هو بين 100 درهم حتى 150، واحد جوج شخص أو شخصين، من 100 حتى 150. حتى 150 درهم. إيه. ومن هادو لي شومبر سون دوش، يعني الشومبر اللي فيهم لي دوشات ديالهم على برا. تيكونوا بين الثمن ديال 100 درهم للشخص الواحد حتى 150 درهم للزون اللي غتبدا في الايام القليله شهر 8 او قبل بشويه. هو غالبا شهر 8، ويمكن تكون اواخر شهر يعني 7 على حسب التوافد ديال السياح. وتقريبا تقدر تبدا من 25. غادي يكون الثمن بين 150 و 200، 150 الواحد و 200 الجوج. ونفس الثمن اللي تيكون اللي فيهم الدش. الان اللي فيه الدش الان كيدير بين 150 و 200 درهم، ومن بعد غادي تولي كما قلنا 150 حتى 200 درهم حتى 250 درهم على حسب البيته شنو فيها، واش التلفازه زايدها، واش الدش زايد، واش المرحاض زايد، واش عندها امتيازات اخرى. هذا هو الاثمنه اللي كاين الان. ودابا هاد الفترة هادي السياحة شوية مشات للجهة ديال الشاطئ، أقصد الشاطئ شمال أكادير، يعني من أنزة حتى لإنسوان. دابا اليوم كاين واحد الاكتضاد على هذيك المنطقة الساحلية الشاطئية. أكادير فيه واحد المنافسة شديدة بزاف بين الأوتيلات، والبيوت اللي كتكرا. إيه صح، البيوت اللي هي أنا راه غير، اسمح لي نقاطعك، أنا راه كنت بديت أنا الكونسيبت من سيدي إفني، وكملت انا تار اخر بحر مشيت ليه هو البحر ديال اغرود. راه الناس كتفضل انها حدا البحر، تشد تكري بارتمان حدا البحر، والكراء ديالهم راه كيبدا من 500 درهم من الفوق.
هذه الظاهره دابا اللي كاينه في السنوات الاخيره انه الناس كيمشيو للجهاد البحر، يعني معظم الناس كيخيموا في الجهاد ديالو، خاصه دابا اللي بدا كيعمر الاول هو ايموران ايمواد تغازوت وانت غادي حتى الاغرود، وكيقل كلما قربتي الانزع والثاني ودخلتي مع المدينه. المدينه عاوتاني فيها كما قلت لك دوك البيوت المفروشه اللي هي كتمثل منافسه غير شرعيه للفنادق اللي كتأدي الواجبات ديالها. درهم بيت فوست اللي قريب للبحر بربع ساعه بصح على بصح ابي هذا اللي كاين دابا. سي محمد انت جاك انت كتشوف نورمالمون هاد الساحه كتكون عامره بمالي الباليزات والناس كيزهروا الباليزات وكيطلبوا وكيزوقوا وكيرغبوا. اليوم عندك كتشوف قضيه انا راه شوف دابا بحرا كيوصلوا جول الفنادق كتوصل نسبه الملء ديال 50% 50% شتي اللي كيوصلوا دابا ميم با 50% واثمنه منخفضه دابا لحد الساعه مازال ما كاين مازال ما الثمن ما مازال ما ارتفع الثمن باش يجوز واحد ديال الهوت سيزون اللي هي نورمالمون راه كون دابا دخلتو انت الهوت سيزون لا نورمالمون خص بعد العيد مباشره بعد العيد هادشي علاش عاولوا تحيه ديالك اخويا تبارك الله الله يحفظك. هنايا فين كانت المحطه القديمه ديال اكادير هنا طال برجد هذا راه اسواق السلام. هاد الساحه هذا الخطره فيها جوج ديال الاوتيلات تصف كامل اوتيلات اوتيل اكسيلسيور وحده كاين فندق ايت العيون غادي ندور على اليمن هاد انترتي هادي كاين واحد الاوتيل هنا واحد الاوتيل الخوت كيبان لي من هنا غادي نمشيو نشوفوا الخوت. المهم راه البلاصه هاد الخطره فيها الاوتيلات اللي كيبداو من ديك 100 درهم من الفوق مازال ما طحت على شي حاجه ديال 70 ديال 80 ما عرفتش. هادي البلاكه غادي ندور على اليمن ديالي هنا فين كاين الاوتيل هاد الاوتيل هذا اوتيل الجنوب هاد الاوتيل جا اون فاس مع الجمعيه الرياضيه ديال ليبولا الكره الحديديه وفصمه هنا فين كاين فندق الجنوب. الناس اللي غادي يجيو في الطوبيس من المحطه ديال المسيره غادي يحطوهم حدا البريد هكا تقطعوا الشانطي كيبان لكم هذا الفندق فندق امنو نتوما تشطروا راه خصكم تشطروا مع اصحاب الاوتيلات فهمتي كتدخل هو الاول حاجه كديرها كتسمع الثمن ثاني حاجه كتشوف هو الاول كيفاش دايره كتشوف الشومبر كتشوف واش كاين الماء سخون واش كاين الويفي هاديك صات كعطي الثمن اللي بغيتي انت وكاع الاوتيلات الخوت اللي بارطاجيت معاكم راه كاينين في السونتر في سونتر فيل وقراب البحر الخوت راه هنا اي حاجه الخوت راه بغيتوها الجامع راه قريب الجامع ديال محمد الخامس ها هو تما بغيتو تمشيو للحديقه ديال اول هاو هاك حديقه اول هاو بغيتو تمشيو للبحر البحر راه كاين في التحت هادي الطريق ديالو. هادشي اللي كان الخوت في هذا الفيديو هذا بالنسبه لاي واحد جا للمدينه ديال اكادير وكيقلب على اوتيلات رخاص فين كاينين فرا كاينين في طالبرج. انا الخطره بارطاجيت معكم كيفاش توصلوا من المحطه حتى لطالبرج طوبيس والطاكسي ودابا انت راه كتسنى الطاكسي ها هو جاي الطوبيس انا دابا كنتسنى الطوبيس الخوت هو جا وصلنا الخوت النهائي ديال هذا الفيديو هذا نتلاقاو في فيديو جاي ليكم في شي بلاصه اخرى والسلام عليكم ورحمه الله. الطوبيس راه